بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. Thank you.
مسمورة ظليم نهى يتكلم عن غزوة الأحزاب، هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الصحابة وأتوا المدينة يقصدون استئصال شأفتهم، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، وما سنبينه إن شاء الله تعالى. وسورة الأحزاب روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب، وابن كعب سيد المسلمين، كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال: قلت 73 آية. فقال: قد، يعني كفى، لقد رأيتها وإنها لا تعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن عاصم ابن أبي النجود ابن بهتلة الإمام به أيضا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد حسن، وهذا يقتضي أن هذه السورة كان فيها آيات كثيرة جدا تبلغ سورة البقرة، وحدث فيها نسخ لكثير من الآيات لفظا وحكما، ومنها ما بقي حكما ونسخ لفظا. فسورة الأحزاب 73 آية، فلما تبلغ سورة البقرة يعني 287 آية، مش كده؟ 286 آية. فانظر كيف نسخ من الآيات. والآية: الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجونهما البتة كان من الله، هذه نسخة ظاهرة بقيت حكما في حكم الرجل في حق المحصن إذا زنى، يعني من نكح وعطف في نكاح صحيح ثم زنى فإن حكمه الرجل. بينت ذلك هذه الآية التي نسخت لفظا بقيت حكما، كذا أيضا السنة. يقول الله سبحانه وتعالى مفتتحا السورة: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. هذا تنبيه للأعلى على الأدنى، يعني إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وهو أتقانا وأعلانا قدرا وأفضل الخليقة صلوات الله وسلامه عليه، إذن فما دونه أولى وأحرى بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يقول نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، إذن فنحن أولى بهذا الخطاب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قال طارق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني دليل، تعمل بطاعة الله بدليل، وهذا الدليل هو الاتباع. العبادة تكون بدليل، فالأصل في العبادة الحافظ، أصل في العبادة الحافظ، مش واحد يجي يقول أنا أعمل اللي أنا عايزه وأنا بعمل حاجة غلط، أنا بتعبد، أنا بعمل خير. الأصل فيه الحفظ وليس الإباحة. العادات الأصل فيها الإباحة، فتعمل ما تعملش أدي الإباحة، لكن العبادة
الأصل فيها الحرف، فلا تعمل عبادة إلا بدليل، ولا تتعبد لله عز وجل إلا بدليل. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله أيضا بدليل، تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالكافر أي الكافر الأصلي هذا معلوم، والمنافق هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا المنافق الذي يبطن الكفر ليظهر الإسلام. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليهم، أن لنا نحن بهم. كيف نعرف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. أما المنافق إذا أظهر ما في قلبه فيدعى زنديقا، فالزنديق هو المنافق الذي يظهر ما في باطنه من نفاق. فمثل هذا لا يطاع، يعني لا تستشره ولا تسمع منه، لا تستشره ولا تسمع منه. لكن هل يجوز بيعته؟ هل يجوز مشاركته؟ هل يجوز إن طلب منا إعانة في الخير أن نعينه؟ إن طلب منا أن ننصر مظلوما أن ننصره ونطيع في ذلك أم لا؟ معي؟ معي في السؤال ده؟ رجل كافر، رجل منافق، معروف بعدائه للدين، كافر الأصل عدو لله وعدو للإسلام والمسلمين. إذا طلب منا أن نعينه في حق، أو أن نكون حلفا لنصرة المظلوم ودفع الظالم، أو أي أمر في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، هل يجاب إلى ذلك أم لا؟ الجواب نعم، يجاب إلى ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت مع أمتي حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وهذا كان قبل الإسلام، وهذا الحلف هو الحلف الذي تجمع فيه بعض مشركي قريش قبل الإسلام، وتحالفوا فيما بينهم وتعاقدوا على نصرة المظلوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. يعني لو دعي صلى الله عليه وسلم إلى حلف لنصرة المظلوم أو لما فيه من إعانة على طاعة الله عز وجل أو لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى لأجبت. وكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلفه قبيلة خزاعة، كانت قبيلة مشركة، وكان موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا أيضا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا من بني الدين هاديا خريطا في الهجرة، وقال صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية: والذي نفسي بيده لو سألوني خطة يعظمون بها حرمات الله عز وجل لأجبتهم إليه. يعني لو سألوا النهاردة أي شيء في تعظيم حرمات الله لأجبتهم إليه. وهذا لا يدخل في الموالاة المحرمة ولا في الموالاة الكفرية، لا يدخل في ذلك، إنما هذا يدخل في باب المعروف،
ومن نصرة الحق ونصرة المظلوم. ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل ممكن انت تجلس مع كافر تتشاور معه وتتكلم معه وتحادثه؟ هل ممكن او مش ممكن؟ هل هذا يضاد الولاء؟ هل هذا يضاد الموالاة المحرمة او الكفرية؟ او ده من الموالاة الكفرية ولا المحرمة؟ لا طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يفاوضه صهيب بن عمرو ده مشرك، فاوضه في صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام معه جدلا، بل وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي رأى فيها أنها من باب يعني تحصيل المصلحة الأعلى بدفع هذه المصلحة الأدنى، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك أيضا ليدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المدينة في يوم الأحزاب، أراد أن يدفع بعض القبائل وأراد أن يعطيهم شطر ثمار المدينة حتى يرجعوا عن الأحزاب، كنا من باب تحصيل المصالح ودفع الشر عن المسلمين. فالمسائل دي مسائل مهمة جدا، إن الإخوة ده من الباب مهم جدا، إخوة تدرس الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء، من نوالي من نعادي، وما هو من الولاء، ما هو من الموالاة وما ليس من الموالاة، ما هو من الموالاة وما ليس من الموالاة، الأمور تدرس جيدا حتى لا تختلط الأمور. لأننا نجد اليوم بعض الناس يقول لك مجرد إن أنت جلست معاه كده أنت وليده. فين بقى ومن يتولاهم منكم فإنه منهم، إن أنت كده ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. دي جرأة. دي جرأة شديدة جدا. دي جرأة على كتاب الله. جرأة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنه يفسر الآية بهواه أو أنه ينزل الآية على غير منازله. فليس معنى الجلوس مع كافر يعني طب معنى تقعد لو تعيد لا بالدين الاسلام لا اجبت، حلف تعمل حلف مع ناس كفار لنصرة المظلوم، يعني هتقعد معاه؟ يعني هتتشاور معاه؟ يعني هتاخد معاهم اتفاقات؟ يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ يبقى كل ده إيه؟ كل ده ما هو ده من الجلوس معاه، هذا جلوس معه، فهذا ليس من الموالاة في شيء، هذا ليس بالمغادر في شيء. أما الجرأة على تفسير آيات الله عز وجل وتنزيل النصوص على غير منازلها، هذا أمر عظيم جدا، الناس الله عارفين، والهوى يعمل بصاحبه، الهوى يعمل بصاحبه أكثر من ذلك. فصاحب البدعة ما الذي أهلكه في بدعته؟ الهوى. وقد يدخل شيء من المعاداة، يدخل شيء من المعاداة أو شيء من حفظ النفس فيهلك صاحبه، الناس الله عافيته والسلام. فمثل هذه الأمور مما ينبغي أن تفهم جيدا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني لا تسمع منهم ولا تستشيرهم، إن الله كان عليما حكيما، سبحانه وتعالى، إن الله كان عليما حكيما. إذا فالله سبحانه وتعالى يعلم، والله أعلم بأعدائكم، ربنا سبحانه وتعالى طالما هو أعلم بأعدائنا منا وأعلم بما في بواطن النفوس، فإذا أمرنا بأمر أو نهانا عن شيء تتلنا. فربنا هنا: ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما في نفوسهم وأعلم بما في قلوبهم تجاهنا. وفي هذه الحالة، في الحالة دي تعمل إيه بقى؟ يبقى خلاص اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما، كان عليما ولم يزل عليما سبحانه وتعالى حكيما، يضع الأمور سبحانه وتعالى في مواضعها اللائقة بها، وحكيم في أقواله وأفعاله. واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإذا لا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع أصحاب الهوى أيضا، واتبع ما يوحى إليك
من ربك. خلي بالك من ربك، خلي بالك المعركة دايما، المعركة دايما بين اتباع شرع واتباع هوى. المعركة دايما بين الاثنين دول. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يبقى إيه اللي ضد الشرع؟ الوحي، الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إنما في اتباع الوحي، اتباع هداية إلى صراط الله المستقيم. فخلي بالكوا دايما المعركة بين الاثنين، في اللي عايزك تتبع الوحي وفي اللي عايزك تتبع الهوى. فماذا تفعل أنت؟ يقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن أولى بذلك من باب الأولى والأحرى، واتبع ما يوحى إليك من ربك. القرآن والسنة، إن السنة وحي. إن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى، يعني لا تخفى عليه خافية. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ودي النجاة دايما. عود نفسك دايما، عود نفسك التجرد. إذا أردت أن تعرف حقا تجرد له بدي أن تجرد، يعني تجرد من الهوى، تجرد من أي خلفية سابقة، ثم تجرد لمعرفة الحق بدليله، يعني ابحث عن الدليل وتجرد له. لو صدقت في طلبك صدقك الله، اعرف كده، لو صدقت في طلبك صدقك الله. ساعات الانسان يقعد يدور على مساله، ممكن تقعد في المساله دي فتره طويله جدا ما تلاقيهاش، وممكن سبحان الله بمجرد ما تفتح الكتاب كده، حتى لو تفتحه كده بدون تحديد مسبق انت عايز انه صفحه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك، تلاقي بتفتح على الصفحه والمعلومه اللي انت عايزها. وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من يشاء، فضل منه سبحانه وتعالى. فمهم جدا جدا التجرد والاخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن صدق الله صدق، ومن اخلص خلص الله عز وجل، خلص الله من الهوى، خلص الله عز وجل من اتباع الشياطين الى اخر ذلك، خلصه الله سبحانه وتعالى ووفقه لما يحب ويرضى. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، يعني في جميع أمورك وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. توكل على الله يعني إيه؟ توكل على الله ده أمر طبعا، والتوكل على الله فريضة وواجب. طب إيه وتوكل على الله؟ يعني بعد أخذك بالأسباب. طبعا التوكل ده مصاحب جميع المراحل، يعني وانا باخد بالسبب انا بتوكل على الله سبحانه وتعالى. شوف بص، يعني وانا باخد بالسبب لتوكل، يبقى اخد بالسبب لتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم ثقه به عز وجل واعتمادا انه سبحانه وتعالى يقدر لي الخير، يقدر لي الخير، سواء الامر ده حصل او ما حصلش. قالوا ما حصلش كده الخير برضه، وانا اخدت الاسباب في الموضوع ده وما حصلش، يبقى ده خير ليك. او مش شرط الخير من الحاجه اللي انت شايفها بتحصل، لان الله يعلم ونحن لا نعلم. وبالتالي نتوكل على الله ونفوض امورنا اليه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه واناب اليه سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل حكما، حكما شرعيا كان هذا الحكم فاشيا في الجاهلين. شوف كده الاسلام، شوف الدعوه، طلعت الدعوه من الايات. شوف الاسلام بيقضي على امور جاهليه فاشيه ازاي. ولذلك القران من سنته في تحريم الامور الفاشيه ومعالجتها التدريب.
ربنا سبحانه وتعالى هيحرر شيء دلوقتي. قعد كم سنة المسلمين؟ قعدوا في مكة كم سنة؟ 13 سنة. وغزوة الأحزاب دي كانت سنة كام؟ 5. كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى هيحرم حكم، والحكم ده كان فاشي في المجتمعات الجاهلية، بل وبقي 18 سنة بعد نور الإسلام. لكن خلاص النفوس يعني صارت قابلة لأي حكم من أحكام الإسلام. لكن ما فيش حاجة طبعا في بعد ما الأحكام توطدت وبعد ما الدين تم، إن حاجة اسمها تدرج. في تدرج، يعني في تدرج في الأمور المباحة مثلا أو في أمور التعليم. لكن ما تجيش مثلا تقول لي ان الحجاب ده فريضه، وتقول تيجي تقول لك تتدرج معاه مثلا تلبسها ولا تلبسها شرف النهارده، بكره تلبسي مش عارف طرحه، بكره تلبسي كذا كذا. ممكن تتدرج مع بنت صغيره لحد ما تكبر عشان تعودها واحده واحده، لان هي لسه مش مخاطبه بالحجاب، لتعتاده زي بالظبط الصلاه زي الصيام لتعتاده. لكن طالما بلغت لابد ان تعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى، لان خلاص الدين تم والاحكام استقرت. فماذا في مثل هذه الحاله؟ ففي مثل هذه الحاله يبقى عندئذ مفيش حاجه اسمها ايه؟ تدرج في الاحكام الشرعيه. طيب شوف بقى، نيجي نشوف الاسلام عالج المساله دي. مساله ايه؟ تحريم التبني. تحريم التبني. التبني ده كان فاشل في الجاهليه، بل ده كمان كان اي يعني كان عندهم نوع كان بيسموه الزواج. المراه كان المراه البغي كان ياتي الرهط من الرجال فيدخلون عليها حتى اذا وضعت حملت وضعت تدعوهم يجيبوا شويه الرجال دول وتقول لهم قد علمتم ما كان منكم وان هذا الولد ولدك يا فلان، وياخدوا فرحان مع ان ايه ده كذا واحد دخل على هذه المراه البغيه، وياخدوا فرحان مبسوط ان هو ينسب لها. و كان هذا الامر متفشيا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجه رضي الله عنها اهدت له غلاما لها هو زيد بن حارثه رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتق وتبناه وصار يدعى في الجاهليه زيد بن محمد. وفضل على كده، شوف لحد امتى؟ فضل على كده زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنه عمته اللي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجه منها وعلى ابن ده ايه؟ ابنه. وربنا سبحانه وتعالى اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ان بحكم شرعي ان ده الدعي اللي هو الابن من التبني، ان ربنا سبحانه وتعالى سيحرم ذلك، وان الولد من التبني اذا طلق امراته فيجوز لمدعي ان يتزوجها. والحكم ده هيكون في شخص النبي عليه الصلاه والسلام كما نرى في هذه الصوره. فربنا سبحانه وتعالى شو بيوطأ ازاي عشان يحرم الامر ده؟ الثقه. ازاي نعرف نقنع اللي قدامنا؟ يعني مثلا اتكلم في امر الناس اللي قدامك دول الامر ده بالنسبه لهم مستقر، ازاي انت كراجل خطيب كراجل داعيه تنقلهم من الاستقرار الخاطئ ده الى المفهوم الصحيح ازاي؟ ده محتاج تفكير، محتاج علم،
محتاج علم تجميع وتحضير كويس جدا للمادة، وبعد ما تحضر المادة كيفية العرض، ازاي اعرض، ازاي انقل الناس دول من قناعاتهم دي الباطلة وشيء تعشش في صدورهم انهم حق وباطل الى الحق الذي بالنسبة لهم عدو وغريب، لان من جهل شيئا فهو عدو. شوف ربنا سبحانه وتعالى يوطأ ازاي التوطئة دي. بدأ ربنا سبحانه وتعالى الأول بأمر حسي، وبعدين دخل في أمر معنوي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ده استحالة في واحد قلبين في جوفه، ولا هو قلب واحد؟ قلب واحد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يعني واحد يقول لمراته أنت علي كظهر أمي، بقت مراته دي أمه؟ مش أمه. يعني مجرد القول كده، مجرد القول ده أنت علي كظهر أمي بقت زوجتي أمه؟ لا طبعا. يبقى زي ما فيش إنسان له قلبان في جوفه، كذلك أيضا ليست الزوجة التي يظاهر منها زوجها ويقول لها أنت علي كظاهر أمي بأمي. كذلك وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هو ده المقصود بالنفي، هو ده المقصود الحكم. يبقى زي ما فيش إنسان له قلبين في جوفه، استحالة. ولا الراجل اللي بيقول لزوجته انت لك ظهر ام تبقى كده بمجرد القول كده امه. كذلك ايضا وما جعل ادعياءكم ابناءكم، يعني ليس مجرد القول وادعاء ان فلانا ابني تصير ابنا حقيقيا، ده مش ابن حقيقي، انما هو ابن أبيه من السلط. أبوه الحقيقي اللي هو ده ينسب إليه وده من صلبه، مش هو اللي دعاه، ده واحد تاني. يبقى مش مجرد القول إن فلان ابن من التبني يخليه حقيقة إن هو ابنك. زي ما الراجل اللي بيقول لمراته أنت عليا كظهر أمي، مش مجرد القول ده خلاها إيه؟ خلاها أمه. ونفس الحكاية مش مجرد ادعاءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ادعي اللي هو الابن من التبني، ما أنت بتدعيه، تدعيه قولا، ده ابني ابن من التبني، بس ده قول مش حقيقة. الحقيقة إن ده أبوه اللي هو ولده، أبوه ده اللي هو ابنه ده من صلبه، وليس هو الذي ادعاه. فما يمكن أبدا بمجرد هذا القول يصير إيه؟ يصير ابنا حقيقيا. شوف ربنا ما جعل الله الرجل من قلبين، دي وسيلة من وسائل التعليم الحديث مأخوذة من القرآن والسنة. احنا عندنا لو ندور في الكتاب والسنة وسائل التعليم الحديث ووسائل التعليم اللي بيسموها الحديثة دي، هنجد في القرآن مثلها وأحسن منها. في القرآن وفي السنة إن إيه؟ المحسوس، الاستدلال بالمحسوس على تثبيت المعنوي. حتى الحاجات دي تلاقي إيه؟ مثلا في تعليم الأطفال لسه صغيرين بيعلمونا، فيجيب له الحمار صورة حمار ويكتبه تحتها حمار محسوسة. الولد يبقى ايه؟ بتقول له حمار، لما تيجي تحط له صورة كده تقول له هذا حمار محسوس. والمحسوس ايه؟ تنطبق صورته في الذهن. يبقى محسوس مع معنوي يتعلم الولد. بعض الامور المعنوية لا تفهم الا بتوضيح امثلة حسية. يعني مثلا واحد بيشرح فقه، فساعات ايه؟ عايز اوصل لك مساله، تلاقيني بقى اديك كذا مثال. اقول لك مثلا لو
لو أن رجلا فعل كذا، لو أن امرأة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، بديك أكتر من مثال عشان أفهمك المعنى المعنوي اللي أنت مش هتفهمه بدون الأمثلة. دي طريقة استخدام المحسوس لتوصيل المعنى المعنوي غير المفهوم، لتسهيله. مش ربنا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هنا المقصود بالنفس. أما زي ما فيش إنسان له قلبين في جوفه، وزي ما الراجل بيقول لمراته أنت حرام عليك غير أمي، هي بتش أمه، كذلك أيضا مش مجرد قولكم إن ده ابن من التبني، إن صار ابنك حقيقة، بل هو ابن أبيه من صلبه الله ولد. وهذه الآية نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل قطع هذه النسبة، وقال سبحانه وتعالى في أثناء السور: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مش كده؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كان الله بكل شيء عليم. يقول سبحانه: ذلكم قولكم بأفواهكم، ده مجرد قول بإيه؟ باللسان، خالد من الحقيقة. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق، يعني العدل، والعدل ينسب لأبيه، لا ينسب لغير أبيه، لأن المسألة دي ترتب عليها، ترتب عليها ميراث. فإزاي واحد دعي ياخد ميراث أبنائه من الصلب؟ ده ظلم مش عدل ده. إنما العدل ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، وده عدل. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، وده العدل. والله يقول الحق أي العدل، قاله سعيد بن جبير رحمه الله، وهو يهدي السبيل، أي يرشد سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. قال غير واحد من المفسرين أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. إذن هذا ناسخ، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، يعني البعداء الغرباء، منه كلمة الجنب، بمعنى الجنب مأخوذة أيضا من البعد، لأن المني تباعد وخرج عن مكانه. فكلمة الأجنبي يعني البعيد أو الغير، عكس القريب. فلما يكون واحد من أقربائك، طبعا عايز أقول واحد مش من أقربائي، أقول أجنبي، يقال هذا الرجل من محارم المرأة، ويقال هذا الرجل أجنبي عنها، مش كده؟ فهنا يعني أقول بقى العلوم لآبائهم، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، أن هذا هو العدل والقسط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، يعني إيه من كل وجه؟ يعني الابن ينفع إيه؟ ينفع يخلو بأمه ويخلو بأخته ويسافر بها، مش كده؟ فكانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا ندعو سالما ابنا، يعني سالم مولى أبي حذيفة كانوا يدعونه ابنا، يعني ابن التبني. فلما طبعا نزل تحريم التبني فتقبل يدخل عليها. وإن الله قد أنزل ما أنزل، يعني في تحريم التبني، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. طبعا ده خلاص متحرم عليها، ده ما ينفعش مش متحرم عليها، متحرم عليه الدخول عليها، يعني ليس من محارمها وهو بعيد. خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم، إذا ما ينفعش يدخل عليها في وجود في غير وجود محرم ولا يخلو بها، طب تعمل ايه؟ قالت: واني اجد في نفس ابي حذيفه من ذلك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحرمي عليه، ارضعيه تحرمي عليه. وده حديث اخرجه مسلم. طبعا حديث صحيح. ودي المساله اللي بيسموها مساله ايه؟ رضاع الكبير. دي مساله بيسموها الرضاع الكبير. الراجح فيها أن الرضاع الكبير يجوز لمثل هذه الحالة المخصوصة. فمن كان حاله يشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فيجوز ذلك، مش كده؟ وطبعا ده بيحصل في المجتمع كتير جدا. ففي مثل هذه الحالة يجوز. طيب ازاي ترضعه يعني؟ وبعض الناس المتشكك في السنة يقول لك ازاي واحد كبير وترضعه وتكشف ثديه وترضعه؟ ليس من الحكم واللزوم انها تكشف صداقه، وانما لها ان تعصره في اناء. يعني لو عصرت ثديه في اناء وانا ممهد اللبن ده وشربه ويحرم برضه مش تبنها، فده يحرم ايضا، لو شربه لحرم ايضا. فقال صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحرمي عليه. ولهذا لما نسخ هذا الحكم اباح الله تعالى زوجة الدعي هو الابن التبني، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال سبحانه: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني إيه؟ زوجة الداعي ابن التبني قضى منها وطرا يطلقها. فهنا في الحالة دي يجوز لأبي من التبني أن يتزوجها أم لا؟ نعم يجوز. آية فضل. مثلا سئلت سؤالا، السؤال ده من كم سنة، بنت مات أبويها في حادثة وليس لها أحد إطلاقا من أقاربها، ملهاش حد خالص، تعمل إيه؟ والبنت دي عندها 9 سنين، تروح في الشارع لوحدها؟ من يقوم عليها؟ من يقوم عليها في المجتمع بتاعنا؟
ايدين طيب خلاص ضاعت لو تركت هكذا. طيب اذا لابد من اسره ان تضمها اليها، اسره اهل دين وصباح يضموها اليهم ويتربى في بيتهم. طيب الراجل لو خدها ما عاد معاه في البيت في حرب يتحل له، اولاده الذكور يحلون له. طب والحل ايه؟ الحل الرضاع الكبير، ان لو ان زوجته بترضع ان هي ترضعها بهذه الطريقه اللي ذكرناها، مش كده؟ بحيث ان هي البنت موجوده تبقى بنتهم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ابوها من الرضاع، امها من الرضاعه، اخوها من الرضاعه، اختها من الرضاعه، فيبقى ده حل ايه؟ حل شرعي. وقال سبحانه وتعالى في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. شوف ربنا قال إيه؟ من أصلابكم، تحت رأس من زوجة الداعية. أنه زوجة محرمة على الأرض، زوجة الابن، زوجة الابن المحرمة على الأرض. أنه ابن من الصلب، ابن من الصلب، مجرد العقد محرم عليه أبدا، بمجرد العقد. طب والابن الداعي؟ لا طبعا، لو انه طلقها يجوز لابيه من التبني ان يتزوجها. طبعا التبني كده ايه؟ حكم ثبت انه ايه؟ حرام. ثبت خلاص، ثبت احكام الاسلام. ما يجيش حد دلوقتي يقول اتبنى، اجيب ولد واتبناه. وانما ان هو يجوز، يعني مثلا كرجل وامرأة لا ينجبان وأراد أن يربي، أن يكون مش بقى تبنى، الناس يقول لك عايزين نتبنى طفل، يقول لك عايزين نروح نتملجأ ونتبنى طفل. إنما أقول له إيه؟ أنت هتجيب وتجيب وتربي، تربيه. فياخده ويربيه، ويبقى معروف ان دوت حتى لما يجي يسموه اسم اتعمل شهاده باي اسم، اسم محمد، عبد الله، عبد الرحمن، اي اسم وليس باسمه هو، معروف ان دوت بيربيه فقط. وبعدين بقى هنخش بعد كده في احكام ثانيه، ان هو لو كبر الولد وبلغ ولازم يربيه، ولا يفهم كده، لازم يفهم ده. اما التبني فهذا محرم. هل يجوز أن يدعى الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب؟ فيجوز. ينفع واحد يقول مثلا، ويقول مثلا يقول للشاب مثلا في مثل أولاد، يقول له يا بني، هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم، إذا كان على سبيل التحبيب وسبيل التكريم فلا بأس بذلك. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، يا بني، طب ينفع الزوج يقول لزوجته يا بنتي؟ لا يجوز. او يقول له يا بابا، ولو على سبيل الهزار. ماشي، الكذب ده مش بنته ولا ده ابوها. انما اذا كان على سبيل عايز اركب، اقول انا مثلا هيكون عايز اكرمك، تقول له يا سيدي، والف يا سيدها ايه؟ هذا الباب. مين سيدها ده؟ زوجها. فربنا سمى الزوج ايه؟ سيدا في كتاب الله تعالى. عايز بقى تكرمه تقول له يا سيدي، ماشي. لكن تقول له يا بابا، او هو لا يا ماما، او لها
بنتي الكلام ده كله، لكن ان يكون ليدعو الغير من ابن على سبيل التكريم والتحبيب فنعم، ادعوهم لابائهم هو اقصد عند الله. فان لم تعلموا اباءهم، عارفين كان في طبعا كان بيجاب ايه، كان بيجاب العبيد دول من المجاهر زي دوله المماليك كده اللي كانت في مصر، كانت تجاره موجوده، وكان وساعات كان بيتخطف الولد من اهلي ويجي يتباع في اسواق مصر وفي اسواق العراق، مش حد يعرفه، حد يعرفه اب ويعرفه ام، خطف وهو صغير ويتباع في سوق العبيد. فده كان السوق موجوده، ولا يجوز بيع حر ولا اكل ثمني كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان بيحصل كده واخد بالك، وكان طبعا كان الامر ده امر عالمي، امر ايه الارقاء دول والايمان امر عالمي قبل الاسلام. ففي ناس ما كانش معروف مين ابائها ولا امهاتها ولا عرفوا مين، فربنا يقول سبحانه وتعالى فان لم تعلموا يبقى ابائهم مش معروفين لها. فاخوانكم في الدين ومواليكم، فاخوانكم في الدين ومواليكم. فعندئذ يدعى بايه؟ بالاخ في الدين، ويكون مولى، يعني يعتق سيده ويصير مولى، ومولى عوضا عما فاته من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء، تبعتهم ابنة حمزة تنادي، ابنة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، يعني خذي ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر الثلاثة، كل واحد عايز ايه ياخدها، في ايهم يكفلها، يعني ياخذها للكفاله. فكل ادلى بحجته. قال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال زيد ابنة اخي يعني من الرضاع. قال جعفر ابن ابي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني اسماء بنت حميس، وخالتها تحتي يعني اسماء بنت حميس. جعفر ابن ابي طالب قال ابنة عمي وخالتها تحتي يعني اسماء بنت حميس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. يبقى هنا قضى بها من؟ لجعفر رضي الله عنه. قال لعلي أنت مني وأنا منك. قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. قال لزيد أنت أخونا ومولانا، سمع ربنا قال زيد بن حارثة رضي الله عنه قال أنت أخونا ومولانا. وهذا رواه البخاري. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين، كلا من المتنازعين. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. هنا حكم صلى الله عليه وسلم بالحق، وبعدين ايه؟ يرضي المتنازعين، يعني بالكلام الطيب دون ان يكون فيه كذب. وقال لزيد انت اخونا مولانا كما قال تعالى فاخوانكم في الدين ومواليكم. ولا يجوز لاحد علم اباه ان ينتسب الى غيره، هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم
من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إذا هنا ينسب نفسه غير أبيه، ينسب نفسه غير أبيه، هذا لا يجوز طالما عنده يعلمه. وهذا تشديد وتهديد وعيد وتأكيد في التبري من النسب المعني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني إذا وقع خطأ في النسبة نسبتم بعضهم إلى غير أبيهم خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ موسى، والخطأ ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنه كما قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لقول المؤمنين ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت، قد فعلت. وربنا سبحانه وتعالى رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما ستكبروا عليه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، تعمد الباطل أتت إلى الإثم المؤخذة على من تعمد الباطل. وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. هذه الشفقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حتى أنه سبحانه وتعالى يعني شوف ربنا الشفقة ماذا الشفقة التي جعلها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تخيل أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أشفق وأنصح لك النبي صلى الله عليه وسلم من نصحك لنفسك ومن شفقتك على نفسك صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أمور النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة، فكان صلى الله عليه وسلم ما يعملهاش شفقة على الأمة. فأنه يكون هكذا صلى الله عليه وسلم، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو أولى بهم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، وحكمه مقدم على اختيارهم لأنفسهم. قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ولده والناس أجمعين. طب نكتفي بهذا القدر حتى لأن الآية لا تخلص وقت طويل في تفسيرها، إن شاء الله نستكمل هذا في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع لنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله.